Knouz FM. Knouz FM. نسيك الدنيا وما فيها. سبور نيوز. مرحبا بكم في سبور نيوز. في الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللي عقدتها الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم، تم عرض 19 فصل قانوني للتنقيح، 18 منهم تمت الموافقة عليه وفصل واحد تم رفضه. أبرز ما صار في الجلسة والقوانين اللي تم تنقيحها يحكينا عليها الخبير في القانون الرياضي أنيس بن ميم. باعتبار هذه الإطلالة الأولى على موجات كنوز فام، دونك فرصة باش نحيي كل مستمعيها وكل العاملين فيها. بالنسبة للجلسة العامة اليوم كانوا زوج جلسات عامة، جلسة عامة خارقة للعادة اللي هي في الحصة الصباحية واللي صار فيها تنقيح مهم بالنسبة للقانون الأساسي للجامعة اللي مع توقع توضيح الشروط بالنسبة للترشح للمكتب الجامعي بطبيعة الحال، وكيف كيف هذا بالنسبة لهيئة التحكيم الرياضي وقع حدث اختصاصها تقريبا بصورة نهائية، ما عدا حالتين تخص الانتخابات المكتب الجامعي ولا لا تخص العقوبات التأديبية اللي تتجاوز 4 مقابلات أو 3 شهور، لكن فيما عدا ذلك ما عادش عنده حتى مجال نظر وقتها في خصوص المكتب العمل المكتب الجامعي والأعمال الهيئة القادة الرياضية. أصبحت المكتب الجامعي هو اللي عنده السلطة التقريرية والتسييرية والقضائية والتأديبية لسن القوانين هذه الكل، وهذا ما تجدر ملاحظة ليه أنه اليوم الناس المنتظر معناتها في الرأي العام كانت باش تكون محاسبة للمكتب الجامعي بعد احتجاجات بسمعناها طوال الموسم الفارق. فلقينا اليوم تاكب بين ظفرين، شبه تكريم للمكتب الجامعي بحدد بحضور الكبير بأنه تقريبا المشاريع اللي قدمت نسبة 99% وقع المصادقة عليها، ما ليناش حتى احتجاجات من كل النوادي تقريبا، معناتها ما ليناش الاحتجاجات اللي كنا نسمع فيها في وسائل الإعلام بعد المباريات بتاع الموسم الرياضي، لكن اليوم سمعنا كان المصادق على كافة أعمال الجلسة العامة. تعديت جلسة عامة هادية جدا وقع نقاشات ما كانتش كبيرة. هذه بالنسبة للحصة الصباحية. بالنسبة للحصة المسائية تزوز عوامل ولا قوانين وقع المصادق عليهم، هما بالنسبة ليخص لجنة النزاعات اللي تم إخراجها من كانت لجنة شبه مستقلة باعتبار يقع تعيين أعضائها من قبل المكتب الجامعي، لكن بالنسبة لمجال عملها هو مستقل عن المكتب الجامعي، أصبحت لجنة فيدرالية رأسها بالضرورة عضو من المكتب الجامعي. أيضا بالنسبة لمنع كل شخص معناته له معناته حكم بالأداء المال، معناتها عنده مديونية تجاه الفريق أو تجاه وكيل أعمال أو تجاه جمعية أو تجاه مدرب من الانتداب إلى حين تسوية الوضعية المالية نتاعه. كيف كيف زاد عامل مهم برشا تعدى في الفصل الأخير الجديد المحدث، مسألة الفير بلاي فينانسي، كل فريق يتجاوز نسبة المديونية نتاعه معناتها نسبة معينة ما بين 40-60% من مجموع الديون نتاعه إلا ويقع منعه من الانتداب إلى حين تسوية ولا معناتها تخفيض من حجم المديونية هذه. هذوما في حوصلة معناتها كل الأعمال اللي تقريبا تعديت على المكتب الجامعي وتعديت على الجلسة العامة وقع المصادق عليها تقريبا بنسبة 99%، ما عدا فصل وحيد ما قعت المصادق عليه، فصل آخر وقع حدث منه نقطة كهو، فيما تبقى تعديت كل المشاريع اللي توقع تقديمها المكتب الجامعي. كما زاد كنا سألنا الخبير في القانون الرياضي أنيس بن ميم على حل كناس وعلاش ما تمش التصويت على نظام البطولة الموسم 2015-2016. والله شوف توا النوادي الكل كانت تقريبا تحتج على أداء المحكمة الرياضية في خصوص الموسم الرياضي الفارق، بطبيعة الحال الاحتجاج نتاعها مش معناتها أنه هي عندها الحق فيه، لكن بالنسبة للاحتجاج نتاعها كان على المآل القضايا نتاعهم اللي ما ساعدوش حكم ولا ما فرحوش حكم، بطبيعة الحال مش باش يكون فرحان أداء المحكمة الرياضية، وقالوا أنه المحكمة الرياضية ما تكونش محط نظر وما جاء عنده مجال اختصاص بالنسبه لكل القضايا اللي تخص النزاعات سواء الرياضيه او الماديه او غيرها، بالتالي تبقى من اختصاص المكتب الجامعي واللجان التابعه ليه الفيدراليه ولجنه التنقيح في اخر طور من اطوار التقاضي بطبيعه الحال، وبعدها ما عادش ثم امكانيه للطعن. نظام البطوله اصبح من اختصاص المكتب الجامعي بالقانون، لكن المكتب الجامعي في اطار التواصل مع النوادي اتفق مع كل النوادي باش كل نادي يبعث المقترحات نتاعو ويرسلها، وبعد هذاك بطبيعه الحال يقع اتفاق ما بين جميع الاطراف على نظام البطوله اللي باش يتلعب به في الموسم 2015-2016، خصوصا انه الحقيقه الموسم الرياضي مازال معناتها يبدا في 15 سبتمبر من المنتظر، دونك مازال فما حوالي شهر ونص، لكن ممكن خلال الاسبوع هذا باش يتم حسم نظام البطوله بالنسبه للموسم. Knouz FM. Knouz FM. نسيك الدنيا وما فيها.